سلامة الجزار. ميسي يريد أن يبعد كل الضغوطات، ميسي يريد أن يعود مرة أخرى إلى الشباك. نظرات، تركيز، ميسي بيعبر كرة. الله عاد لأنه لا يعرف إلا أن يعود، عاد لأنه لم يتعود على الغياب، عاد لأنه لا يتحمل أن يرى الأهداف وغيره يسجلها، عاد الأكسجين ليتنفس الكامب نو، عاد ليتخلص من كل الضغوطات، لينفض الغبار، ليكشف الستار، عاد ليودعها، ليودعها ولو من العلامة الجزام، عاد لأنه العلامة يسددها بكل قوة، بكل ضربة. ميسي ليس الحدث أن يسجل، الحدث أن يغيب عن التسجيل. ضربة وكرة ثابتة، أبياتي يراقب، يتابع، يوجه الحياة البشري، كرة عرضية عالية، بوسكيتس في المرمى، في المرمى، الكتالان يسجلون الهدف الثاني، الكامب نو يتحرك، رأس بوسكيتس ترتفع، أليجري يتابع، أليجري مصدوم، الصدمة تأتي من البرسا، بوسكيتس يحتفل، بوسكيتس يتطاول، لاعب الارتكاز، لاعب المحور يكمل الحوار، لاعب المحور يضرب بالنار من ارتكاز إلى ارتكاز. انظروا إلى أين استقرت، إلى أين انتهت، انظروا إلى لاعب بعيد عن الرقابة، سانشيز يسحبهم جميعا، بوسكيتس يتركونه وهو أطولهم، وهو أطولهم، الكرة في شباك ميلان، أليجري يقف في الوقت أبعدها. الكرة بتعود الآن من جديد، أبياتي، الكرة بتصل عن طريق ريكاردو كاكا، مر، تقدم، يحاول، توغل، بيلعب للكرة، الله الله على آخر ما بقي من الكبير ميلان، من البطل ميلان، من ال 2007، من الريكاردو كاكا، بالقوة، بالشعار، بالذكريات، بالكبرياء، بروح كاكا، يقلص الفارق، يتغير اتجاههم في الوقت الذي يعيدهم كاكا إلى الاتجاه، إلى الاتجاه، هدف يقلص من خلاله ميلان الفارق، يرفض أن يسلم مجموعة ويقترب كثيرا من مسألة التأهل، بينما يضع ميلان في مواجهة المنافسين المباشرين سيلتكس وأياكس المتواجدين في هذه المجموعة، ويزيد من أحزان ميلان في هذا الموسم. الكرة بتتحول، بتصل في نص الملعب عن طريق اللاعب تشافي، بيرسل الكرة إلى سيسك، فابريغاس يتقدم، فابريغاس البديل، الكرة بتصل الآن من جديد إلى ميسي، ميسي بيلعب للكرة، هتخذ ميسي، مر، ميسي راح، ميسي راح، مع ميسي تعود الأفراح، مع ميسي تطيب الجراح، مع ميسي يعرفون معنى النجاح، عاد الأسطورة، عاد العجوبة، عاد المعلم، عاد المعلم، عاد العلامة، عاد الصغير هو الذي يعلمهم السحر، ما زال في الأرقام يا أرقام، في الأيام يا أحلام، في التاريخ يا ألقاب، في الشباك يا أهداف، في البلوغرانا أساطير، في كرة القدم ميسي، ميسي يعود من جديد ليكتب من جديد.